بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي لما رسمت الحوض بشكل بولي بول جابها لي على ايه جروب؟ انا بقول له بول واختار من هنا بولي بول وبرسم الحيطة. دلوقتي انا لو خلصت رسم ودوس اسكيب الامر بيختفي. لما برسم وعايز اقف هنا مثلا اروح داس مرتين خلاص يعرف ان انا كده خلاص خلصت الرسم او ان انا اكمل الشكل للاخر. طيب انا دلوقتي لما رسمت بعمل سيلكت بلاقي ان اللي انا عملت له الحوائط اللي انا رسمها كلها معمولة جروب جروب، يعني كل حيطة متصلة مع الحوائط التانية كلها زي كده. تمام. طيب انا ممكن اكون عايز اعدل على حيطة واحدة بس فيهم، اعمل ايه؟ اعمل سيلكت ليها ومن اديت جروبنج بلاقي جروب وبلاقي ان جروب. جروب كنترول جي لو انا عايز اعملهم مجموعه مع بعض، ان جروب كنترول شيفت جي، بقول كنترول شيفت جي فبلاقي ان الشكل خلاص كل حيطه بعمل سيلكت على الحيطه بالشكل دوت خلاص دي بقت مستقله بذاتها، اقدر احركها اقدر اديها اي امر انا عايزه. يعني اقدر مثلا ادوس هنا على العلامه ديت بيبدا يديني اختيارات ان انا اعدل في الحيطه دي لوحدها، ادوس هنا يبدا يديني اختيارات. ممكن اقول مثلا انا عايز احول الحته دي مثلا لقوس لكيرف. تمام. ممكن اجي هنا مثلا اقول له انا عايز اعمل لها روتيت او عايز اعمل لها موف، عايز اسحبها كده شويه. تمام. ممكن تكون عايز تعدل في حته. تمام. هنشوف امر التعديل دي كلها ان شاء الله في درس لاحق. طيب انا دلوقتي لو انا بعد ما رسمت الحاجات ديت عايز اعمل كل دول جروب، بعمل اليوم سيلكت كلهم وباجي اديت جروب جروب، خلاص دول كلهم بقى جروب. مجرد عملت سيلكت الحاجة كلهم جم معاك. تمام. طب عايز تفك جروب اديت جروب ان جروب، والحاجات اللي كانت جروب اصلا من جوه لسه برضه محتفظة بيها كجروب، يعني ده كان جروب جوه الجروب لسه برضه محتفظ بنفسه.